وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما، رأى رؤيا عظيمة، وما كانت لتجيء إلا لرجل سيكون له ولحفيده شأن عظيم. هذا الذي رأيته في منامي، ولماذا أنا بالذات من بين رجالات العرب وسادتهم أحفر بئر زمزم؟ أنا أحفر هذه البئر وحدي؟ يا لها من تبعة وشرف، لا يسع لي إلا أن أنفذ ما أمرني الله به. ماذا تفعل يا سيد قريش؟ ومن أمرك بحفر هذه البئر؟ هي رؤيا صدق وحق، ولكنك لست وحدك من تملك هذه الأرض كي تحفرها وتتصرف فيها كيف تشاء. أنا لا أفعل ذلك من تلقاء نفسي، إنما هي أوامر رب البيت. خرج الماء وعادت بئر هاجر وإسماعيل عليه السلام. الكنز الذي تفجر من تحت أقدام جدنا إسماعيل سيكون لكل أهل مكة نصيب فيه. اللهم لك الحمد رب الكعبة، رب البيت الحرام، رب السماوات والأرض.